والمرسلين سيدنا ونبينا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. نعزي مراجع الدين العظام والأمة الإسلامية وبالخصوص أتباع أهل البيت بذكرى شهادة الإمام الصادق عليه السلام. اليوم نتكلم إن شاء الله عن موضوع الطلاق العدد، كتاب الطلاق العدد، عدة المطلقة. المطلقة التي يجب عليها العدة على أقسام، على أربعة أقسام. المطلقة التي تجب عليها العدة تنقسم إلى أربعة أقسام. القسم الأول: المطلقة غير الحامل، هذا القسم الأول. المطلقة غير الحامل، الحامل سيأتي. مطلقة غير الحامل التي يكون الطهر الفاصل بين حيضتين منها أقل من 3 أشهر. الطهر اللي بين حيضتين إذا كان هذا الطهور أقل من 3 أشهر، أقل من 3 أشهر، 2.5 شهر، 2 شهر، شهر، فهذه عدتها 3 قروء. الطهر اللي فاصل بين حيضتين منها إذا كان أقل من 3 أشهر، يعني الطهر إيش قد يطول هذا؟ أقل من 3 أشهر. هاي شلون تصير عدتها؟ 3 قروء. قروء يعني أطهار. الطلاق يقع في الطهر الأول اللي ما موقع حبي زوجها، تحيض، ثم يأتي طهر ثاني، ثم تحيض، فيأتي الطهر الثالث ثم تحيض. إذا رأت الدم الثالث 3 أطهار، من ترى الدم الثالث انتهت العدة مالتها. إذن عدت المرأة غير الحامل اللي الطهر مالتها الفاصل ما بين حيضتين أقل من 3 أشهر يكون 3 قروء، 3 أطهار، سواء أكانت مستقيمة الحيض هذه المرأة، ماكو فرق إنه مستقيمة الحيض. شنو يعني مستقيمة الحيض؟ يعني تحيض في كل شهر مرة واحدة كما هو المتعارف في غالب النساء. شنو المتعارف عند أغلب النساء؟ كل شهر تحيض مرة. نعم، يعني مو كل النساء هذا، لكن أغلب النساء تكون مستقيمة الحيض في كل شهر، قد تحيض في كل شهر مرتين، في 3 مرتين، لكن أغلبية النساء شقد تحيض؟ في كل شهر مرة. اللي هاي اللي تحيض في كل شهر مرة شو يسمونها؟ مستقيمة الحيض. مستقيمة الحيض شقد عدتها؟ 3 أطهار، 3 أطهار. غير مستقيمة الحيض، غير مستقيمة الحيض، كما لو كانت في الشهر الواحد تحيض أكثر من مرة، في الشهر الواحد تحيض مرتين، هاي مو مستقيمة الحيض. شقد العدة مالتها؟ أيضا 3 أطهار. أو كانت تحيض في كل شهرين مرة واحدة، أو 2.5 شهر مرة واحدة، مو مستقيمة الحيض. شقد عدتها؟ أيضا عدتها 3 أطهار. إذن المدار على اليمن، المدار مو على استقامة الحيض وعدم استقامة الحيض، المدار على الطهر الفاصل ما بين حيضتين. ما طول هذا الطهر أقل من 3 أشهر فكون عدتها 3 قروء، 3 يعني 3 أطهار. سواء كانت معتادة بأقسامها، يعني ذات عادة وقتية أو عددية، أو عددية فقط أو وقتية فقط، أو لم تكن معتادة مثل المضطربة، لا فرق في ذلك. ما المراد بالقروء؟ ذكرنا أنه
المرأة غير حامل إذا كان الطهر الفاصل ما بين حيضتين أقل من 3 أشهر فعدتها 3 قروء. ما المراد بالقروء؟ المراد بالقروء الأطهار. الأطهار جمع طهر، 3 أطهار عدتها تكون. في الطهر الأول عندنا 3 أطهار، واضح بالنسبة للطهر الثاني والثالث كامل، طهر كامل. الطهر الأول هم يحتاج أن يكون كامل؟ الطهر الأول يكفي أنه يكفي مسمى، مسمى الطهر، يكفي مسمى الطهر ولو كان قليلا، ولو كان قليلا. يعني الطهر الأول مو إلا طهر كامل، مو مثل الثاني والثالث. الطهر الثاني كامل، طهر كامل، الطهر الثالث أيضا طهر كامل. الأول يكفي مسمى الطهر ولو كان قليلا، حتى لو لحظة في الطهر الأول، حتى وإن كان لحظة. فلو طلقها فحاضت، الرجل طلق زوجته، قال زوجتي طالق، فحاضت مباشرة، حاضت هنا تارة يكون أكو طهر، تارة يكون هناك أكو زمان طهر يتخلل ما بين إجراء صيغة الطلاق، إجراء صيغة الطلاق يعني زوجتي طالق أو هي طالق، وبين الحيض. يعني عندما يجري صيغة الطلاق يجريها طبعا في طهر، في طهر ما موقح فيه، قال زوجتي طالق، إذا ما تخلى الزمان مباشرة حاضت، طلقها فحاضت، ماكو زمان يتخلل يعني يقع بين إجراء صيغة الطلاق، صيغة زوجتي طالق والحيض. هذا هنا الطهر اللي وقع في الطلاق لا يحسب من الأقراء الثلاثة. ليش ما يحسب من الأقراء الثلاثة؟ لأن ماكو زمان طهر بين إجراء الصيغة، صيغة الطلاق والحيض. ما طول ماكو زمان فاصل يتخلل، زمان طهر يتخلل بين إجراء الصيغة، صيغة الطلاق أو بين الحيض، هذا الطهر اللي وقع في الطلاق لا يحسب من الأطهار الثلاثة. شو يحتاج؟ يحتاج إلى أطهار ثلاثة. طلاق صحيح لأن وقع في طهر، طلاق صحيح، لكن هذا الطهر الأول اللي وقع في الطلاق لأنه ماكو زمان طهر بين إجراء الصيغة وبين الحيض فما يحسب هذا من الأطهار الثلاثة. إيش تحتاج؟ تحتاج إلى أطهار ثلاثة أخرى. شو وقت تنتهي عدتها؟ بانتهاء الطهر الثالث ورؤية الدم الثالث. بمجرد انه رؤيه الدم الثالث انتهت العده، مالت عفوا الدم الرابع، بمجرد رؤيه الدم الرابع انتهت عدتها. اما اذا اكو زمان، زمان طهر بين اجراء صيغه الطلاق زوجتي طالق وبين الحيض، اكو زمان، هذا الزمان حتى وان كان لحظه، حتى وإن كان لحظة، يعني طلقها في طهر بين إجراء صيغة الطلاق وبين الحيض تخلل أكو زمان طهر، فد لحظة، لحظة طهر، هاي اللحظة، هذا الوقت اليسير ينحسب هذا من الأطهار الثلاثة؟ هذا الطهر الأول ولا؟ نعم ينحسب هذا، هذا الطهر الأول الذي وقع فيه الطلاق ينحسب من الأطهار الثلاثة. إيش تحتاج غير هذا الطهر؟ تحتاج إلى طهرين، وتنتهي العدة مالتها برؤية الدم الثالث.
العدة مالتها تنتهي برؤية الثالث. ما طول أكو زمان تخلل وقع بين إجراء صيغة الطلاق أو بين الحيض، حتى وإن كان لحظة واحدة، حتى وإن كان زمان يسير، زمان الطهر زمان قليل، ينحسب هذا، ينحسب هذا الطهر الأول، تنتهي عدتها، عدة هذه المرأة المطلقة برؤية الدم الثالث، بمجرد أنه ينزل عليها الدم الثالث انتهت العدة مالتها. قلنا العدة تنتهي في الصورة الأولى برؤية الدم الرابع اللي ما يتخلل زمان طهر بين إجراء صيغة الطلاق وبين الحيض، تنتهي عدتها برؤية الدم الرابع، الحيض الرابع. إذا تخلل زمان طهر بين إجراء الصيغة، صيغة الطلاق والحيض، فعدتها عدة هذه المرأة المطلقة تنتهي برؤية الحيض الثالث، بمجرد أن ترى الحيض الثالث انقضت العدة مالتها. هذا الحيض هنا هل يشترط أن يكون حيضاً طبيعياً أو لا، حتى وإن كان بعلاج؟ الحيض الطبيعي يعني اللي مو بعلاج، ينزل بشكل طبيعي مو بعلاج. أما الحيض اللي ينزل بعلاج هذا مو حيض طبيعي، يعني مثلاً المرأة تتناول دواء ينزل الدورة الشهرية، تنزل عليها الدورة الشهرية، شو يسمونه هذا الحيض؟ حيض مو طبيعي. هذا الحيض الطبيعي لا، هو بدون تدخل بدون علاج هو ينزل. هنا ماكو فرق بين الحيض الذي يكون طبيعيا وبين الحيض الذي يكون بعلاج بتناول دواء. المهم شنو هي؟ تشوف الدم الثالث في الصورة الثانية وتشوف الدم الرابع بالصورة الأولى. إذا شاف الدم، دم الحيض الرابع بالصورة الأولى والثالث بالصورة الثانية، انقضت العدة مالتها، سواء كان هذا الحيض طبيعي أم كان بعلاج. يعني المرأة إذا تريد يعني مثلا تعجل بالعدة مالتها، تريد تعجل زوجها يطلقها بطهر، يطلقها بطهر، تأخذ علاج ينزل دم الدورة الشهرية، بس يشترط شنو؟ يشترط تكون أقل للطهر بين يعني حيض وحيض، تكون أقل شيء 10 أيام، تكون 10 أيام، خلصت الطهر 10 أيام تأخذ علاج ينزل الدورة الشهرية، فتقدر تعجل بالدورة مالتها. والأطهار أم أيضا كذلك، الأطهار أم أيضا كذلك، لاكو فرق بين الطهر الطبيعي أو كان الطهر بعلاج. بناء على ما تقدم من كفاية مسمى الطهر في الطهر الأول ولو للحظة، ذكرنا أنه الطهر الأول شو يحتاج؟ يحتاج إلى لحظة. مسمى الطهر، مسمى الطهر يكفي لحظة واحدة، وإمكان أن تحيض المرأة أكثر من مرة في الشهر الواحد. أقل زمان هنا راح تكون العدة، أقل زمان تنقضي به العدة هو 26 يوماً ولحظتان، أقل زمان، أقل شيء. هاي بالنسبة للمرأة ياهي ليكون الطهر الفاصل ما بين حيضتين منها 3 أشهر أو أقل، عفواً أقل من 3 أشهر. إيش قد أقل شيء تنتهي العدة مالت المرأة؟ أقل شيء هو ستة وعشرون يوماً ولحظتان. شلون؟ خلنا نوضح شلون 26 تصير يوم ولحظتان. طلقها في طهر، حاضت مباشرة، يعني وراء لحظة طلقها بطهر
أكو لحظة طهر فاصل بين إجراء الصيغة وبين الحيض. هنا هاي لحظة. بعد اللحظة هذه حاضت المرأة. شقد أقل للحيض؟ أقل شيء 3 أيام الحيض، أقل شيء. بعض النساء حيضها 3 أيام، بعضها 10، أقله 3 وأكثره 10. فهسا إحنا نحسب على الأقل. عندك 3 أيام حيض، انقضى الحيض، طهر 10 أيام، إيش قد صار؟ صار 13 يوم ولحظة، 13 يوم ولحظة. نزل دم الدورة الشهرية 3 أيام، أقل الطهر، أقل الحيض 3 أيام. بعد طهر، أقل الطهر 10، إيش قد صار؟ 13 و13 26. قبل لحظة، قبل 26 لحظة. وش نريد أيضا بعد 26؟ أريد أيضا لحظة. بمجرد أنه ينزل الدم، بمجرد أنه ينزل الدم الثالث لحظة هذه. فصار عندنا صار أقل زمان للعدة هو 26 يوما ولحظتان، لحظة الطهر الأول ولحظة بعد الطهر الثالث اللي هي لحظة الحيض، نزول الدم. فمجرد رؤية الدم الأخير لحظة من أوله تنقضي العدة، بس ينزل الدم الثالث لحظة واحدة، هذه ماكو من أوله انتهت العدة مالتها. هاي اللحظة الأخيرة، اللحظة الأولى داخلة في ضمن العدة، اللحظة الأولى يعني طلقها الطهر، لحظة خللها بين إجراء صيغة الطلاق والحيض، لحظة الطهر، هاي اللحظة الأولى داخلة في ضمن العدة. اللحظة الأخيرة اللي هي أول رؤية الدم الثالث، هذه خارج عن العدة، لكن شو يتوقف عليها؟ يتوقف عليها تمامية الطهر الثالث. الطهر الثالث شلون تعرف أنه تم؟ وما تعرف أنه تم إلا بنزول دم الحيض الثالث، أول نزول دم الحيض الثالث. هذا بالنسبة القسم الأول، يعني إحنا ذكرنا أنه المطلقة التي تجب عليها العدة على أقسام، هذا القسم الأول. القسم الثالث، المرأة أو المطلقة غير الحامل، المطلقة غير الحامل، يعني الحامل سيأتي القسم الرابع، التي يكون الطهر الفاصل ما بين حيضتين 3 أشهر أو أزيد، 3 أشهر أو 3 أشهر، 4 5 6 إلى آخره. هنا إيش قد العدة مالتها؟ هاي عدتها مو بالقروء، مو 3 قروء، عدتها 3 شهور. إيش قد عدتها؟ 3 شهور. الطهر إيش قد الفاصل هنا بين حيضتين؟ منها 3 أشهر. طهر الفاصل بين دم ودم، بين حيض وحيض، إيش قد؟ 3 أشهر أو أكثر، 4 أشهر 5. هاي عدتها مو بالقروء بعد الصير، مو بالأطهار، عدتها راح تكون بالشهور. إيش قد يعني؟ 3 أشهر. 3 أشهر. إذن هذه المطلقة اللي هي القسم الثالث، المطلقة عفوا اللي هي القسم الثاني، عدتها إيش قد؟ عدتها 3 أشهر، مو 3 قروء. 3 قروء القسم الأول، القسم الثاني عدتها 3 أشهر. القسم الثالث، المطلقة غير الحامل التي تكون مسترابة، المطلقة غير الحامل التي تكون مسترابة. شنو مسترابة؟ هي من لا تحيض وهي في سن من تحيض. امرأة ما تحيض، ما تنزل عليها الدورة الشهرية، لكن سنها شنو؟ سنها في سن من تحيض، عمرها 15 سنة، 20 سنة، 30 سنة، 40 سنة،
هذا شنو السن؟ هذا في سن من تحيض، لكن لا تحيض هذه المرأة، رغم إن بالرغم من أنها في سن الحيض، في سن من تحيض، ولكنها لا تحيض. ليش ما تحيض؟ إما لكونها صغيرة السن، هاي المرأة ما تحيض لكونها شنو؟ صغيرة السن، لم تبلغ الحد الذي ترى الحيض فيه كما غالب النساء. ايش قد عمرها؟ عمرها 10 سنوات، عمرها 11، عمرها 12، هاي ما تحيض، لكن هي شنو؟ في سن من تحيض. لماذا؟ لصغر السن. الحيض عادة يعني ينزل على البنت في عمر 14 أو 13، فهاي إذا عمرها 10 أو 11 سنة ما تحيض شنو؟ لصغر السن، كما هو المتعارف في غالب النساء. وأما لانقطاع حيضها ما تحيض، ليش؟ رغم أنها هي في سن من تحيض، لانقطاع حيضها. أحياناً المرأة ينقطعتها الحيض بسبب مرض، تتمرض مرض معين ينقطعتها دم الحيض، أو تتناول علاج دواء، تتناول دواء ينقطع عندها دم الحيض، أو رضاع. بعض النساء من تولد بعد الولادة تبقى فترة، تختلف طبعا اختلاف النساء، بعض النساء ما طول هي ترضع لمدة سنتين، ما طول هي ترضع لا تحيض، أو سنة هي ما تحيض لا تحيض. زين، هذا زوجها طلقها هي ما تحيض، إما بسبب المرض أو بسبب الرضاع، أو مثلا استعمال دواء فما تحيض، أو بسبب صغر السن. هناش قد عدتها هاي؟ عدتها 3 شهور، عدتها 3 شهور، عدتها هنا مو بالأقراء. إذن إيش عدنا هسه؟ عندنا صار 3 أقسام لحد الآن. القسم الأول اللي هو الطهر الفاصل ما بين حيضتين أقل من 3 أشهر، هذه عدتها 3 أطهار. القسم الثاني غير الحامل، اللي يكون الطهر الفاصل ما بين حيضتين 3 أشهر أو أكثر، عدتها هاي 3 شهور. المرأة الغير الحامل التي تكون مسترابة، التي تكون مسترابة يعني هي في سن من تحيض ولكن لا تحيض بسبب مرض، بسبب صغر سن، بسبب رضاع، بسبب تناول دواء، مش قد عدتها؟ عدتها 3 أشهر، عدتها 3 أشهر. المدار على الشهور، المدار في الشهور على الشهر الهلالي، قلنا انه القسم الثاني والثالث عدتها 3 شهور، عدتها 3 شهور. المدار في الشهور على الهلالي يعني مو على الشهر الشمسي او الميلادي، الشهر الميلادي مثلا يكون 30 يوم، قد يكون 31 يوم، شهر شباط يكون 28 او 29، المدار مو على هذا، المدار على الشهر الهلالي مو الشمسي. الهلالي كما تعلمون قد يكون ناقص الهلالي وقد يكون كامل، اذا كان ناقص 29 يوم، اذا كان كامل 30 يوم. طبعا الشهر الهلالي اما يكون 29 او يكون 30، بعد ماكو يعني 31 او 28، لا، لو 29 لو ناقص لو كامل لو 30 يوم، كل الشهور الهلالية. إذن المدار بالنسبة لعدة المرأة بالشهور، المدار على الشهر الهلالي. فإذا الزوج طلق زوجته في أول الشهر، يعني أول ليلة في الشهر، أول رجب، أول شعبان، أول رمضان، أول ليلة طلقها، هنا اعتدت إلى 3 أشهر هلالية. واضح؟ المغرب أو ليلة اليوم الأول أو أول الشهر،
المرأة طلقها، ايش تحسب؟ تحسب 3 شهور هلالية، شهر كامل ناقص ما لها علاقة هي. إذا انتهى الشهر 3 انتهت العدة مالته. طبعا هذا نادر، ما أنه المرأة يطلقها زوجها في أول الشهر، نادر هذا، قليل هذا. الأكثر أنه يطلقها في الأثناء، في الأثناء، يوم 5، يوم 7، يوم 10، 15، 20، 25، الآن أثناء الشهر. هنا إذا طلقها في أثناء الشهر شلون عدتها؟ اللي يطلقها أول الشهر تحسب 3 أشهر هلالية، انتهى الشهر 3 خلصت العدة مالته. إذا طلقها في أثناء الشهر، وهو هذا الغالب، الغالب أنه يطلقها في أثناء الشهر، هنا شلون عدتها؟ هنا بالنسبة للشهر الأول، الشهر الأول ترضي أنه مثلا رجب، طلقها في أثناء نصفه، مثلا في نصفه، هنا تعتد بقية الشهر، بقية شهر رجب تعتد، وبعد شعبان ورمضان أيضا شهرين هلاليين كاملين. الشهر الرابع اللي هو شوال، شو الضيف؟ الضيف من الشهر الرابع، يعني من شهر روال شوال، ما نقص من شهر رجب، يكون رجب تكمل على الأحوط 30 يوما كملة، وش الضيف له؟ الضيف له من الشهر الرابع من شهر شوال. فش راح يصير؟ راح يصير عندنا شهرين هلاليين وشهر 30 يوم راح يصير. يعني مثلا إذا طلقها، إذا طلق زوجته في غروب اليوم 20 من رجب، عند الغروب يوم، عفوا، غروب 21، يوم 21 طلقها، افترض انه كان شهر مثلا رجب كان ناقص 29 يوم، كان ناقص، شو تضيف له؟ شهرين هلاليين اللي هو شعبان، بغض النظر شعبان 29 أو 30، ضيف شعبان وضيف رمضان أيضا، شهر رمضان أيضا ماكو فرق، إنه 29 يوم أو 30، إيش قد صار؟ عندنا صار شهرين هلاليين، وعدنا من رجب، من رجب 10 أيام، لأن غروب ليلة 21، شو تضيف لهنا من شهر شوال، من الشهر الرابع؟ تضيف ما نقص من شهر رجب. فش تنتهي؟ شو وقت تنتهي عدتها؟ عدتها تنتهي غروب ليلة 21، غروب عفوا يوم 21، غروب يوم 21 من شهر شوال تنقض العدة مالتها. فالنقص الحاصل في شهر رجب لأنه الطلاق وقع في الأثناء، شو تضيف له؟ تضيف له من الشهر الرابع، تضيف له من شهر شوال. فهنا بالنسبة للشهر هذا اللي صار ملفق، يكون هذا يكون 30 يوم، بإضافة عدة شهر رجب إلى عدة إلى أيام العدة في شهر شوال. الآن أنتقل للإجابة عن الأسئلة التي وردت إلينا. محمد صلوات من كربلاء يقول: إذا رأيت منكرا من شخص وأعلم أنه لو نصحته أو لو نهيته لم يسمع كلامي، ماذا يجب علي أن أفعل؟ عندنا من شرائط الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر هو احتمال ائتمار المأمور بالمعروف بالأمر، وانتهاء المنهي عن المنكر بالنهي. فإذا لم يحتمل ذلك
وعلم بأنه الشخص أو علم بأن الشخص هذا لا يبالي، لا يبالي هذا الشخص بالأمر أو النهي أو لم يكترث بهما، لا يبالي ولا أكثر، يعني تعلم أن هذا الشخص أنه ما يبالي ولا يكترث، أمرت بالمعروف ونهيت عن منكر أو لم تفعل ذلك لا يبالي بذلك. المشهور ما بين الفقهاء يقولون لا يجب هنا الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. سماحة السيد يقول لا يترك الاحتياط، سماحة السيد دام ظله يحتاط، يقول لا يترك الاحتياط بإظهار الكراهة قولا أو فعلا لتركه المعروف، لتركه المعروف أو ارتكابه المنكر، ولو مع عدم احتمال الارتداع به. إحدى المؤمنات تقول هل يجوز صيام ثاني أيام العيد؟ يحرم صوم يوم العيد، المقصود باليوم الذي يحرم صومه يوم العيد هو اليوم الأول من شوال، اليوم الأول واليوم العاشر من ذي الحجة فقط، اليوم الأول، يوم ثاني العيد، ثالث العيد، رابع العيد في الأضحى، هذه يجوز صومها. الذي يحرم هو فقط اليوم الأول من العيدين. عيسى من واسط يقول هل يستحب الجهر بالبسملة في الصلاة الإخفاتية؟ عندنا صلاة الظهر والعصر القراءة تكون فيها إخفاتية، يعني الحمد والصورة الرجل ما يجهر بها على الأحوط، ما يجهر بها، يخفت بالقراءة. عدا البسملة فإنها يستحب الجهر بها، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد اللي هي جزء من 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 الحمد، هذا يستحب الجهر فيها في الصلاة الإخفاتية، الكلام يستحب الجهر بها. السورة من تقرأ أيضا يستحب الجهر بالبسملة، الحمد الفاتحة يعني والصورة، هاي الرجل يجب عليه أنه يخفت بها على الأحوط. البسملة لا يستحب له، يستحب له الجهر فيها. عبد الستار من بغداد يقول هل يجوز فتح محل للكمبيوتر لغرض الألعاب الإلكترونية وجني المال من ذلك؟ الألعاب القمارية، عفوا الألعاب الموضوعة في الجهاز، هذا الجهاز اللي يلعبون به، إذا كانت الألعاب الموضوعة به ألعاب قمارية طبعا هنا لا يجوز، لا يجوز اللعب بها، ولا يجوز أيضا يخليها بالمحل، لا اللاعبين يجوز لهم يلعبون بها، ولا أيضا كذلك صاحب المحل أيضا. ما طول هاي الألعاب الإلكترونية بيها موضوعة، موضوع بيها ألعاب قمارية، هنا طبعا لا يجوز لا على اللاعبين ولا كذا، يجوز على صاحب المحل. أما هاي الأجهزة الإلكترونية إذا كانت الألعاب الموضوعة بيها مو ألعاب قمارية، نعم يجوز، يجوز اللعب بيها، وأيضا يجوز لصاحب المحل أيضا يخليها أو يفتح محل ويخليها بالمحل. طبعا الألعاب القمارية نقصد بها مثل الشطرنج، يعني لعبة الشطرنج يخليها جهاز الألعاب أو النرد مثلا، هذه من الألعاب القمارية، هاي لا يجوز اللعب بها، وأيضا صاحب المحل أيضا لا يجوز أنه يخليها بالمحل حتى يلعبون بها ويأخذ أجرة مقابل ذلك. إحدى الأخوات المؤمنات تقول في هذه السنة السلطات في السعودية منعت كبار السن من أداء فريضة الحج، فهل يسقط عني الحج بعلم أنها متمكنة ماديا؟ طبعا إذا السلطات السعودية يعني منعت كبار السن هنا، فهنا ما راح تتحقق استطاعة سربية، استطاع لأنه مو فقط استطاعة مالية، استطاعة صحية بمعنى صحة البدن وقوته، استطاعة مالية، استطاعة سربية.
إذا الاستطاعة السربية متحققة وكل الاستطاعات متحققة، نعم يجب على الشخص يجب عليه أن يحج. إذا الاستطاعة السربية ما متحققة، ترض أنه مثلا اسمه ما طالع، أو مثلا السلطة تمنعه من الحج بلده أو مثلا بالسعودية، هنا ماكو استطاعة سربية. المقصود بالاستطاعة السربية هنا أن يكون الطريق مفتوحا ومأمونا، بحيث ماكو مانع يمنع من الشخص يروح مثلا المواقيت أو يروح أماكن المناسك اللي هذا مناسك الحج. فإذا كان مثلا الشخص ما جاي دوره، يعني معناها الطريق مو مفتوح. إذا فيزا ما يعطونه معناها الطريق مو مفتوح. إذا يشترطون عمر معين معناها الطريق أنه مو مفتوح. فإذن في هذه الحالة لا يجب عليه الحج لعدم تحقق الاستطاعة السربية. أحد المؤمنين يقول: هل يجوز قطع عضو من ميت مسلم لإلحاقه ببدن حي؟ لا يجوز قطع عضو من أعضاء الميت لإلحاقها ببدن حي. يعني مثلا شخص توه مات، يجون يأخذون بعض الأعضاء من هذا الميت، يشقون بطنه يأخذون فد عضو من أعضائه حتى يلحقوها ببدن حي مسلم. هنا يصير إذا ما تتوقف حياة المسلم على هذا العضو حتى وإن كان بحاجة ماسة إليه، هنا لا يجوز القطع، وعلى القاطع تجب عليه الدية. مثلا شخص توه مات، أخذوا العين مالته حتى يحطوها، العين حي مسلم حي، هذا حياة المسلم ما متوقفة على العين. نعم هو محتاج حاجة ماسة، لكن حياته ما متوقفة عليها، يقدر بدون عين يعيش، هنا ما يجوز القطع، وعلى القاطع تجب عليه الدية. أما إذا توقفت حياة مسلم على هذا العضو مثل القلب والكلية، شخص مات بحادث، أكو مسلم، شخص مسلم محتاج إلى كلية، ما عنده كلية محتاج إلى كلية، يموت إذا ما خلوه له كلية، أو محتاج إلى قلب مثلا، هنا ما طول حياة المسلم الحي متوقفة على هذا العضو، نعم هنا يجوز القطع، يجوز هنا القطع، لكن طبعا تثبت الدية هنا على القاطع على الأحوط لزوم، هذا احتياط لزومي، إما العمل به أو رجوع إلى فقيه آخر مع مراعاة الأعلم والأعلم. طبعا إذا يعني هنا القلب أو الكلى مثلا نقلت من الميت إلى الحي، صارت جزء من عنده بعد، صارت جزء من الحي، وتعتبر هذا الجزء يعتبر جزء طاهر. أحد المؤمنين يقول: هل تصح المعاملة بالنقود المزورة؟ يحرم ولا تصح المعاملة بالنقود المدلسة يعني المزورة. تعلمون أكو يعني الآن أبو 25 أكو مزور عراقي مثلا، أبو 50 مزور، أكو دولار أيضا مزور. فأنت إذا وقع بإيدك مثلا نقود مزورة دولار أو دينار، يجوز تتعامل بها هذه؟ يحرم ولا يصح التعامل بها. يحرم يعني هم إثم هم حرمة تكليفية، وهم أيضا المعاملة باطلة هاي، يعني لو بعت أو اشتريت المعاملة ما راح تصح. لو اشتريت شيء بهذا المبلغ المزور النقد المزور، هاي الحاجة بعد ما راح تكون ملك إليك. يعني مثلا انت اشتريت موبايل ودفعت لابو المحل مال الموبايلات، دفعت له $100 مزورة، هنا هذا ملكية الموبايل انتقلت إليك؟ لا ما تنتقل إليك، المعاملة مو صحيحة، معاملة باطلة. بالإضافة للإثم اللي هو الحكم التكليفي، هناك حكم وضعي وهو عدم صحة هذه المعاملة، إلا إذا كان طبعا هذا إذا كان جاهل. أما إذا كان عالم، يعني هذا اللي تدفع له الدولار المزور أو الدينار المزور كان عالما بذلك،
نعم هنا تجوز المعاملة طبعا إذا كان إلى هذا المزور، إذا كانت إلى قيمة معتد بها، إلى قيمة مالية أو إلى مالية. أحد الأخوات الزائرات تقول أنا عندي سكن في أمريكا وفي بغداد وفي الحلة، عفوا سكن في أمريكا وكندا وسكن في بغداد وسكن في كربلاء، إذا انتقلت بين هذه الأماكن شنو حكم صلاتي؟ الوطن الاتخاذي، عندنا الوطن أصلي ووطن اتخاذ. الأصلي اللي هو مسقط رأس الشخص ومسكن أبوي، يسمونه هذا الوطن الأصلي. الوطن الاتخاذي لا، شخص ينتقل من مسقط رأسه إلى مدينة أخرى يعيش بها مثلا بقية عمره أو يعيش بها فترة طويلة، شو يسمونه هذا؟ يسمونه وطن اتخاذي. الوطن الاتخاذي ممكن يتعدد؟ نعم ممكن يتعدد، فممكن أنه الإنسان يتخذ عدة مواطن له. افترض أنه مثلا يبقى في كربلاء 3 أشهر، في الحلة 3 أشهر، في بغداد 3 أشهر، في النجف 3 أشهر، هنا شو تعدد؟ في كل وطن من هذه الأوطان الأربعة ايش قد يبقى؟ يبقى 3 أشهر، يعتبر الحلة، كربلاء، النجف، بغداد تعتبر وطن له، وطن اتخاذي. فقط أول 3 أسابيع يجمع بين القصر والتمام، وبعدها صلاته تكون تمام. وممكن أيام الأسبوع ممكن يوزعها 3 أيام مثلا يسكن في منطقة 3 أيام بالأسبوع، في المنطقة الأخرى مثلا 4 أيام، أيضا تحدد الوطن الاتخاذي. بل ربما يصدق الوطن لو توطن في مكان 2 يوم كاملين في الأسبوع، 2 يوم كاملين 24 ساعة في الأسبوع، يعني يبقى 48 ساعة في كل أسبوع، وعدة عزم على الاستمرار لمدة 4 سنوات، أيضا هذا يعتبر وطن اتخاذي له. أحد الزائرين يقول لو احتمل المسافر سفره قبل إكمال 10 فما حكم صلاته؟ عندنا من قواطع السفر هو قصد الإقامة في مكان معين لمدة 10 أيام. إذا شخص سافر إلى منطقة أخرى وقصد الإقامة فيها 10 أيام كاملة، يعني 10 نهارات، عنده عزم أنه يبقى 10 نهارات، هذه قصد البقاء 10 أيام. شنو معنى قصد البقاء 10 أيام؟ يعني أدى اطمئنان عند ظن قوي بأنه راح يبقى 10 أيام، صلاته راح تكون تمام. هو مسافر، هو الشخص هذا مسافر، لكن حكم السفر ينقطع عنه، صلاته تكون تمام، يجب عليه أن يصوم. هذا إذا كان عدة اطمئنان أنه راح يبقى لمدة 10 أيام. أما إذا شخص عزم على الإقامة 10 أيام ولكن ما عدة اطمئنان يبقى 10 أيام، عزم كان عدة نية يبقى 10 أيام، لكن هذا الشخص لم يطمئن بتحقق 10 في الخارج، يحتمل صحيح هو نوى الإقامة 10، لكن هو يحتمل أنه هو قبل 10 راح يطلع من المدينة، هذا خو ما صار عدة اطمئنان، احنا كون يصير عدة اطمئنان أنه راح يبقى 10، هذا ما طول يحتمل، إذا ما عدة اطمئنان ما طول يحتمل أنه ما راح يبقى 10، فمن الأول يصلي قصر، من الأول يصلي قصر. إذن المقيم اللي يقصد الإقامة 10 أيام يكون عنده اطمئنان، عنده ظن قوي مثلاً بنسبة 99% أنه راح يبقى في هذه المدينة، نعم صلاته تمام. أما إذا نوى الإقامة 10 أيام ولكن كان يحتمل أنه راح يطلع قبل 10، نعم صلاته راح تكون قصر. أحد المؤمنين
يقول ما هو وقت غسل الجمعة؟ طبعا غسل الجمعة من الاستحب من الأغسال المستحبة استحبابا مؤكدا ويجزي عن الوضوء. وقته يوم الجمعة من طلوع الفجر الثاني إلى غروب الشمس من يوم الجمعة، هذا الوقت أداء، ماكو فرق قبل الزوال أو بعد الزوال، ويجزي عن الوضوء أداء قضاء. إذا في هذا الوقت ما غسل، ما اغتسل غسل الجمعة اللي هو من طلوع الفجر الثاني إلى الغروب، ما اغتسل، متعمد ناسي إلى آخره، يستحب له القضاء. شو وقت يقضي؟ يقضي ليلة الجمعة، عفوا ليلة السبت ويوم السبت. ليلة السبت شو وقت تبدي؟ من الغروب يوم الجمعة إلى طلوع الفجر مال يوم السبت، هذه ليلة السبت. إذا اغتسل بهذه الليلة هذا قضاء، مو أداء، قضاء. يوم السبت منين؟ من طلوع الفجر الثاني إلى الغروب، هذا قضاء. غسل الجمعة قضاء ليلة السبت ويوم السبت نهار السبت يكون أيضا يجزي عن الوضوء. إذن غسل الجمعة أداء وقضاء يجزي عن الوضوء. أحد المؤمنين يقول ما الفرق ما بين الاحتياط الاستحبابي والاحتياط الوجوبي؟ الاحتياط المذكور في الرسالة العملية في المنهاج الصالحين، المسائل المنتخبة، العروة، الاحتياط المذكور في الرسائل العملية ينقسم إلى قسمين: احتياط وجوبي واحتياط استحبابي. الاحتياط الوجوبي شنو يعبر عنه؟ يجب على الأحوط، الأحوط لزوما، الأحوط وجوبا، وجوبه مبني على الاحتياط أو لا يترك مقتضى الاحتياط ونحو ذلك. شو يسمونه هذا؟ يسمونه احتياط وجوبي. هذا الاحتياط الوجوبي اللازم به إما العمل بالاحتياط أو الرجوع إلى فقيه آخر مع مراعاة الأعلم فالأعلم. مثال على ذلك، تجب سورة، تجب قراءة سورة كاملة على الأحوط، شنو هذا الاحتياط؟ احتياط وجوبي. فأنت طبعا الحمد ولا صلاة إلا بفاتحة الكتاب، الحمد في كل صلاة واجبة أو مندوبة يجب عليه قراءة الحمد. السورة في النافلة مو واجبة، السورة بالفريضة واجبة على نحو الاحتياط، نعم واجبة على نحو الاحتياط. يعني بعد سورة الحمد يجب عليك على الأحوط قراءة سورة كاملة مثل التوحيد أو القدر، توحيد أو القدر، هذا احتياط وجوبي. أما العمل بالاحتياط تقرأ سورة أو ترجع إلى فقيه آخر مع مراعاة الأعلم في الأعلم، لأن هذه مسألة قراءة السورة من المسائل الخلافية، البعض يقول واجبة، البعض يقول مواجبة، البعض يحتاط. سماح السيد يحتاط هنا، سماحة المرجع الأعلى يحتاط، يقول يجب قراءة سورة على الأحوط لزوما. مثال آخر، يحرم حلق اللحية على الأحوط لزوما، شنو هذا؟ احتياط وجوب أيضا. أما العمل بالاحتياط أو الرجوع إلى فقيه آخر مع مراعاة الأعلم فالأعلم. القسم الثاني هو الاحتياط الاستحبابي، ويعبر عنه الأحوط استحبابا أو الأحوط الأولى، هذا شو يسمونه؟ احتياط استحبابي. هذا في موارد الاحتياط الاستحبابي يجوز ترك الاحتياط الاستحبابي والعمل بالفتوى المخالفة له. مثال على ذلك، احنا عندنا بالثالثة، بركعة الثالثة والرابعة ماذا يجب؟ اما تقرأ الحمد او التسبيح، الحمد فقط او التسبيح. التسبيح يعني سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. إيش قد سمحت السيد يفتي أنه مرة واحدة، يفتي بوجوب التسبيح مرة واحدة، وبعد الفتوى أكو احتياط استحبابي والأحوط استحبابا ثلاثة. إذن عندنا فتوى أنه التسبيح إيش قد مرة واحدة، وبعد أكو احتياط استحبابي إيش قد ثلاثة. هنا أنت يجوز لك تترك الاحتياط الاستحبابي وتعمل بالفتوى، الفتوى يقول واحدة فتأتي بواحدة، فتأتي بواحدة.
أو مثلا مسح الرأس، مسح الرأس يكفي المسمى بصبع واحد يكفي. الأحوط الاستحبابا بعد الفتوى، الأحوط استحبابا المسح بثلاثة أصابع مضمومة، هذا احتياط استحبابي يجوز تركه والعمل بما بالفتوى، فتمسح بإصبع واحد. أحد المؤمنين يقول: هل يجوز الاستماع إلى الأغاني سواء كانت في بداية البرامج أو في غير ذلك؟ الغناء حرام، فعله يعني يغني، الاستماع إليه يعني شخص يستمع إلى المغني، والتكسب به، التكسب به يعني يستأجر شخص يغني ويعطون أجره هذا المغني، التكسب به أيضا هذا يكون حرام. والمقصود بالغناء هو الكلام اللهوي سواء كان شعرا أم نثرا، الذي يؤتى بالألحان المتعارفة عند أهل اللهو واللعب. أهل اللهو واللعب عندهم ألحان وعندهم إيقاعات خاصة، هذا هو الغناء المحرم. أما إذا كانت الألحان مو بألحان أهل اللهو واللعب، مثل الموسيقى، مثل الأغاني مثلا الجنائزية مثلا أو بعض الوطنية أو مثلا المراثي، هذه ليست بأغاني، هذه ليست بأغاني، هذه يجوز. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، صلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.